لكم في قناة مساء الأخبار، وأهلا بكل المتابعين والمشتركين ومتابعة جديدة لأهم ما يحدث الآن من الأخبار التي تخص العالم العربي والعالم، منها انفجار في واشنطن وطيارة بترجعنا تاني لما حدث في نيويورك في 11 سبتمبر، وأيضا في أحداث جديدة بتحصل دلوقتي ومفاجآت في الشأن الروسي الأوكراني، وفي خبر لسه نازل منذ قليل نتكلم عنه، واخبار تانية كتيرة جدا في غاية الاهمية، ريت نتابعها للاخر. قبل ما نبدأ بس بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو لو عجب. الخبر الاول معانا لسه نازل منذ قليل على موقع ارمي نيوز، خبر مهم جدا جدا، هجوم بطيارة مسيرة يشعل الحريق في منشأة للطاقة في بلجرود الروسية. اللي حصل بالظبط وايه الحريق ده؟ قال حاكم منطقه بلجرود الروسيه ان في هجوم حصل النهارده بطياره مسيره تسبب في اشعال حريق في منشاه للطاقه بالمنطقه في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين. واضاف الحاكم على تطبيق التليجرام، في منطقه بلجرود اشتعلت النيران في احدى منشات الطاقه، وان السبب الاولي للحريق هو سقوط عبوه ناسفه من طياره مسيره ولم تقع اي اصابات او خسائر في الارواح. حد يقول ده موقع او خبر ملوش لازمه، يعني ما احنا عارفين في حرب ما بين روسيا واوكرانيا، ولكن تخيلوا في حاجه زي كده لو كانت المنشاه دي للطاقه منشاه نوويه وقعت عليها عبوه ناسفه زي ما انتم شايفين كده، هيحصل ايه؟ وخصوصا ان في اخبار النهارده بتقول ان كان القوات الاوكرانيه كانت بتهاجم زابوريجيا اللي فيها المنشاه النوويه اياها، وكان النهارده الهجوم استمر لثمان ساعات، قدرت القوات الروسيه في انها تشل هذا الهجوم او توقفه. فتخيلوا برضو ان حاجات زي كده لو حصلت وقدرت اوكرانيا توصل لمنشاه من المنشات دي، هيبقى ايه اللي هيحصل في العالم؟ الخبر الثاني معانا على موقع سكاي نيوز، حاجه كده بتفكرنا باللي حصل في نيويورك، عباره عن طياره قدرت تخترق المجال الجوي وكمان اتسمع تفجيرات في واشنطن. الخبر اخر تحديث ليه من حوالي ساعه على موقع سكاي نيوز، تحطم طائره بعد مطاردتها لانتهاكها المجال الجوي لواشنطن. قال مسؤولين امريكان النهارده ان كان في مقاتلات سلاح الجو الامريكي قامت بمطارده لطياره خفيفه بعد انتهاكها المجال الجوي في واشنطن العاصمه لتتحطم في جنوب غرب ولايه فيرجينيا. وقالت وسائل اعلام امريكان الطياره اللي اتحطمت بعد اختراقها المجال الجوي لواشنطن ومطاردتها من قبل مقاتلات امريكيه كان على متنها 4 اشخاص، وتم وضع مجمع الكابيتول لفترة وجيزة في حالة تأهب مرتفعة حتى غادرت الطائرة المنطقة. وتسببت المقاتلات الحربية الأمريكية بحدوث دوي انفجارات صوتية لأنها بتطير بأقصى سرعة، وكانت في منطقة مدنية الناس سمعت صوت الطيارات وهي بتطير كده في الجو، كانوا بيحسبوا في انفجارات، الناس اتخضت. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيارة الخفيفة من طراز سيسنا تحطمت في تضاريس جبلية دخلت في جبل في جنوب غرب ولاية فيرجينيا. وقال مسؤول أمريكي إن الطيارات المقاتلة مش هي السبب في تحطم الطائرة، هي دخلت لوحدها كده في الجبل. وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة لها على موقع تويتر إن بعد ظهر هذا اليوم كان مسؤولون فيها بيعملوا عن كثب مع شركاء فيدراليين لمراقبة طيار لا يستجيب. يعني بدأ الموضوع في الأول إن كان في طيار دخل المجال الجوي وبيحاولوا يتكلموا معاه ما كانش بيستجيب لكلامهم، وكان بيقود الطائرة بالقرب من منطقة العاصمة واشنطن، فعرفوا ان ده ايه؟ هجوم ارهابي. فقال مصدر مطلع على الامر ان طيارة سيسنا كانت تسير بالقيادة الذاتية، يعني الطيارة ما كانش في حد بيسوقها، ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بالطيارة. وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عالية هزت الأرض والجدران، وقالوا أنهم سمعوا الضجيج في أماكن بعيدة زي شمال فيرجينيا وماريلاند، يعني سمع الصوت ده حتى مش في واشنطن بس في الأماكن البعيدة. قد إيه كان الصوت كان صعب النهاردة، وكان في كلام على أن الطيارة دي كانت جاية تعمل عملية إرهابية داخل واشنطن، والموضوع كان على آخره. الله أعلم الموضوع إيه يعني بالظبط حكايته، إن في تكتم كبير جدا ومفيش أي تفاصيل، عبارة عن حاجات كده غريبة، والطيارة دخلت في جبل ووقعت، ففي تفاصيل الله أعلم
عبارة عن ايه، احنا مش عارفين اي حاجة. وبيقولوا الناس سمعت ليه الطيارات لما تطلع كده في الجو لدرجة تعمل صوت انفجار رهيب زي ده. الله اعلم ايه اللي حصل الحقيقة. الخبر بعد كده على روسيا اليوم، خبر مهم جدا. مسؤول عسكري امريكي بيقول ان التحالف البحري بين ايران ودول خليجية غير منطقي ويتحدى العقل. كلنا سمعنا من حوالي يوم او يومين ان طلع مسؤول ايراني بارز وقال ان هو عايز يعمل او ايران بتحاول انها تعمل حاجة اسمها تحالف بحري بالمركبات او قوات بحرية عسكرية من دول الخليج لحماية البحر من الإرهاب أو حماية الدول يعني. فأمريكا مش فاهمة الموضوع ومش مصدقة الموضوع. ردوا يعني على كلام إيران النهاردة، علق الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة، ودي القوات دي موجودة في بحر الخليج. يعني القوات دي، الراجل ده اللي بيتكلم هو أصلا موجود في بحر الخليج، على إعلان إيران اعتزمها تشكيل تحالف بحري مع السعودية ودول خليجية أخرى. وقال موقع بريكنج ديفنس المتخصص في الأخبار العسكرية عن المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكنز، قال إن التحالف اللي أعلنت إيران إنها عايزة تعمله وتشكله مع السعودية ودول خليجية تانية أمر غير منطقي ويتحدى العقل. ليه يا عم هوكنز؟ قال إن إيران هي المسؤولة أصلا أو المسؤول الأول عن عدم الاستقرار في الإقليم. وبالدليل على كده يعني حسب كلامه إن كل شوية نسمع عن إيران بتعمل احتكاكات بقوارب تجارية وفي سرقة، أو بيتهموها إن هي يعني اللي بتهاجم القوارب وبتسرقها، او كمان بتستخدم الخليج في ان هي بتهرب اسلحة للحوثيين، وهكذا 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 من اتهامات امريكية. فبيقول ازاي يعني هي عايزة تاخد بالها من المنطقة وهي اصل السبب الاول في المشاكل، وهي اللي بتهدد المناطق دي على حد قوله. وكان الجيش الايراني قد افاد بانه بصدد الاعلان عن تحالف بحري مع دول خليجية بما في ذلك السعودية والامارات وقطر. ولسه اصلا مفيش من 10 دقايق كان في خبر للمتابع الاخبار، في سفينة طلبت استغاثة من الاسطول الامريكي الخامس. السفينة بتقول ان في قوات من حرس الثور الايراني، سفن ليهم يعني تابعة ليهم قريبة منهم وبتضايقهم، فخافوا منهم وراحوا يبلغوا الاسطول الخامس الامريكي ده. واول ما وصلوا للمنطقة كانت القوارب الايرانية التابعة لحرس الثور الايراني مشيت وما عملتش حاجة. فزي ما انتوا شايفين في احتكاكات في البحر ما بين امريكا وايران، وايران عايزة تخلي امريكا اصلا ما يكونش ليها وجود في بحر الخليج. ولو فعلا الاتفاق ده تم هيبقى فعلا معنى وجود امريكي، معنى وجود امريكا في البحر ملوش لازمة. الخبر بعد كده على موقع شروق بيتكلم عن ماكرون بيعلن ارسال تعزيزات فرنسية لكندا للمساعدة في مواجهة الحرائق التي تشهدها. زي ما انتوا شايفين الوضع الحالي في كندا يعني اصبح ان البلد نفسها مش قادرة تحل مشاكلها، فبتطلب مساعدات من الدول اللي حواليها لان الوضع خرج عن السيطرة، وان اللي حصل في كندا ده ما يتسكتش عليه وازيد من اللي ممكن تتخيلوه. اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون النهاردة ان بلاده بتستعد ارسال مساعدات وتعزيزات لكندا حيث تضررت البلاد بحرائق هائلة ومدمرة منذ عدة اسابيع، منها 361 حريق لغاية دلوقتي مولع. واعلن ماكرون ان في 100 من رجال الاطفاء والخبراء الفرنسيين هيتم ارسالهم عبر المحيط الاطلسي حيث دمرت الحرائق اكتر، اسمعوا بقى يعني حرقت ايه، 2.7 مليون هكتار، يعني بما يقابله تقريبا 5 مليون فدان. متخيلين الرقم عامل ازاي؟ منذ بداية العام الجاري في كندا، اي 8 أضعاف متوسط السنوات الـ30 اللي فاتوا. يعني شوفوا بقى الحريق حرق ايه في كندا خلال 30 سنة وضربوه في 8، انت متخيلين الرقم؟ حسب السلطات الكندية في كل من شرق وغرب البلاد يعني من كل النواحي، كما أكبر العشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح. وكتب ماكرون كده في تغريدة النهاردة على موقع تويتر، كندا بتواجه حرائق مروعة وفرنسا تقف بجانبها ومتضامنة معاها، وإن هما هيبعتوا 100 راجل ده من الإطفائيين والخبراء الفرنسيين بجانب مساعدات علشان يساعدوا زمايلهم في مقاطعة كيبك الكندية. وبيقول لهم كده أصدقائنا الكنديون التعزيزات قادمة، وبتشهد كندا واحدا من أسوأ فصول الربيع على مستوى الحرائق التي طالت، اسمع بقى الجملة دي،
كل منطقة تقريبا في كندا، وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح في الأسابيع الأخيرة. ربنا معاكم ويحميكم، خصوصا أخواتنا العرب اللي هناك، طمنونا عليكم وعلى أحوالكم وعلى اللي بيحصل معاكم. أما الخبر الأخير معانا فهو بيحكي على اللي بيحصل دلوقتي في روسيا وأوكرانيا والموضوع ماشي إزاي. حد يقول لي إحنا مالنا، إحنا متعودين على إنهم بيضربوا في بعض ويدشوا في بعض. يا جماعة الموضوع بقى أكبر من كده، في تصعيد. كفاية التصعيد اللي حصل النهاردة من دول الاتحاد الأوروبي، في أكتر من 10 دول النهاردة بيعملوا تدريب بحري قدام روسيا، بحر البلطيق، كأنهم بيقولوا لها احنا هنعمل حرب باردة معاكي، وان كنت بتخوفينا فاحنا هنخوفك، انت تطلع اسلحتك احنا نطلع اسلحتنا. الموضوع عمال يتصاعد، وفي مواجهات ما بين الصين وامريكا، والصين كده قالت بمعنى اصح احنا متعارضين مع بعض، ولكن مش هنوصل لمرحلة الحرب، ولكن اللي هيجي عندنا او هيعيق مثلا اي حاجة من الخطط بتاعتنا فهي هنخش في حاجة لا تحمد عقباها. يعني زي ما احنا بنقول كده هيبقى كارثة، هتبقى حرب عالمية كارثية. فالخبر اللي ده بقى بيدل على اللي بيحصل دلوقتي. الدفاع الروسية بتقول كييف تبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق. دلوقتي خلاص بدأ الهجوم المضاد. وقالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية ان اوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة، مشيرة الى ان القوات الاوكرانية لغاية دلوقتي ما نجحتش في محاولتها لكسر الدفاعات الروسية في اتجاه الجنوب. وقالت وزارة الدفاع ان القوات الروسية احبطت هجوم كبير لاوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب اوكرانيا، مضيفة ان الجيش الاوكراني شن هجومه باستخدام 6 كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات. وقال المتحدث باسم الوزارة ان الدفاعات الروسية احبطت هجوم واسع النطاق شنته القوات الاوكرانية على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه دونيتسك. ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث القول في صباح اليوم 4 يونيو، شن العدو هجوم واسع على ال5 قطاعات دول، وقام خلاله بادخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية التانية. وكان هدف العدو اختراق دفاعاتنا في أكثر مناطق الجبهة ضعفا في رأيه، وتم إحباط الهجوم ولم يحقق العدو أهدافه ولم ينجح. وقال كمان إن قوات العدو تتكون من 6 كتائب وكتبتين دبابات، وشدد على إن نتيجة الأعمال المهارة والكفء لمجموعات قوات فوستوك اللي هي دي الروسية، يعني بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكتر من 250 فرد ماتوا و16 دبابة اتدمرت و3 عربيات قطار مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة. وكان قد طالب الجيش الأوكراني بالتزام الصمت فيما يتعلق بتنفيذ هجوم مضاد طال انتظاره ضد القوات الروسية، وذلك في أحدث رسالة توجهها كييف بينما تستعد لشن الهجوم. وتتزايد التكهنات إذا ما يتوقع أن يكون هجوم واسع للقوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها. ودأب المسؤولين الأوكران على مطالبة الشعب الأوكراني بعدم الحديث عن هذا الهجوم، قائلين ان ذلك يمكن ان يساعد العدو. قال ايه يعني احنا بنخطط، واحنا بنخطط في الصمت وهنعمل هجومنا ومش هنتكلم عن توقيته ولا هنعمل ايه، وبيقولوا للناس اسكتوا مش عايزين حد يعرف حاجة، لان لو العدو سمع منكم اي كلام ده هيساعده في انه يتحضر لهذا الهجوم المضاد. زي ما انتم شايفين الدنيا مقلوبة، وخصوصا ان اوكرانيا قلبها جمد بعد المساعدات العسكرية اللي وصلت لها من كل حتة، من كان من امريكا او من اوروبا او حتى من اليابان، والحتت دي كلها كله بيساعد اوكرانيا مش عشان حلاوة عينيها، ولكن بيساعد اوكرانيا عشان تضرب بالاسلحة دي روسيا. بكده نكون انتهينا من هذا الفيديو. نشكر حضراتكم وياريت تتابعونا، خصوصا لو انتوا جداد معانا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الجديد دايما من اهم ما يحدث في العالم. وكمان ياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد.